شنا غني ونشيلا هاسلي ويلكومن باي كايرو دار. اهلا وسهلا بيكم في كايرو دار. النهارده حلقه جديده ومعانا الدرس السابع. هنبدا النهارده بجراماتيك الدرس السابع. معانا في حلقه النهارده الادجكتيف شتايجرونج او تصعيد الصفات. تصعيد الصفات نفس الدرس ده احنا اخدناه في الانجليزي. اخدنا في الانجليزي لما بنقارن صفه ما بين اتنين وبتبقى موجوده عند الاتنين زي بعض بنستخدم از صفه از. لما هقارن صفه ما بين اتنين ومتوفره عند حد اكتر من التاني بنحط لها الدرجه الثانيه او التصعيد الثاني ER ونحط بعديها than. لما هقارن ما بين مجموعه والصفه موجوده عند حد اكتر من الباقي بنحطها في الدرجه الثالثه بنحط قبلها ذا وفي اخرها ST او EST. نفس الدرس في الالماني. هقارن صفه ما بين اتنين وموجوده عند الاتنين قد بعض هنستخدم صيغه معينه. تعالوا نقارن الصفه شيك بين الروك الجيبه والبنطلون. فعايز اقول ان الجيبه والبنطلون الاثنين شيك زي بعض. هنقول ده روك ايست زو شيك في دي هوزه. لما جيت اقارن ما بين اتنين وتساوت عند الاثنين حطيت قبل الصفه زو حطينا الصفه زي ما هي وحطينا وراها في. الاثنين شيك مثل بعض. عايز اقارن الصفه شيك ما بين الكلايت الفستان والروك الجيبه. فعايز اقول ان الفستان اشيك من الجيبه. الصفه متوفره في حاجه اكتر من الثانيه هنحطها في الدرجه الثانيه او التصعيد الثاني او الالمان بيقولوا عليه كومباراتيف اللي هي صيغه المقارنه. هنقول داس كلايت الفستان ايست شيكا الس دير روك. حطينا للشيك الصفه حطينا في اخرها ار وحطينا وراها الس شيكا الس دير روك. عايز اقارن الصفه شيك بين الروك الجيبه هوز البنطلون كلايت الفستان وداس كوستيوم اللي هو التغيير. عايز اقول التغيير هو اشك حاجه في الحاجات الموجوده دي بنحطها في الدرجه الثالثه في التصعيد الثالث اللي الالمان بيسموه السوبرلاتيف او الافضليه. داس كوستيوم ايست ام شيكستن. ادي قبل الصفه حطينا ام وفي اخر الصفه حطينا اس تي اي ان ام شيكستن. يبقى معنى كده ان انا لما هقارن صفه ما بين اتنين وتبقى موجوده عند الاتنين زي بعض هنستخدم زو حط الصفه زي ما هي وحط وراها في. هقارن صفه ما بين اتنين وعند حد اكتر من التاني بنحط في اخرها ار ونحط وراها الس زي ما قلنا شيكا الس. عايز اقارن ما بين مجموعه والصفه موجوده عند حد اكتر من الباقي بنحطها في التصعيد الثالث السوبرلاتيف بنحط قبلها ام ونحط في اخرها اس تي اي ان. تعالوا نشوف مثال تاني نثبت فيه الملحوظه دي او نثبت فيه القاعده دي. عايز اقارن الصفه شنيل. شنيل يعني سريع. هقارنها ما بين الاتوبيس والعربيه. هقول الاتوبيس والعربيه نفس السرعه سرعه واحده. هنقول ديربوس ايست زو شنيل في داس اوتو. سريع مثل السياره. الاثنين زي بعض زو شنيل في. هقارن الصفه شنيل ما بين القطر والاتوبيس بلاقي ان القطر بيبقى اسرع. عايز اقول القطر اسرع من الاتوبيس فهنقولها دي تسوق ايست شنيلا الس دي بوس شنيلا الس. حطينا اي ار وحطينا وراها الس. عايز اقارن الصفه شنيل سريع بين العربيه الاتوبيس القطر والطياره. عايزين الطياره هي اسرع حاجه وطالما الاسرع هنقول داس فلوجت سايك الطائره است ام شنيلستن. حطينا ام وحطينا في اخر الصفه اس تي اي ان قلنا ام شنيلستن يعني الاسرع. دي القاعده الاساسيه. هناخد عليها خمس ملحوظات. خمس ملحوظات على تصعيد الصفات ولكن هي دي فكره الدرس الرئيسيه. بقارن ما بين اتنين زو صفه في المصدر في عند حد اكتر من التاني احط للصفه اي ار وراها الس. هقارن ما بين مجموعه وعند حد اكتر من الباقي نحط ام وفي اخرها اس تي اي ان. الملحوظه الاولانيه بتقول لحضرتك زي ما احنا شايفين مع بعض بعض الصفات اللي اخرها اي ار زي الصفه توير. توير اللي هي معناها غالي. وبعض الصفات اللي اخرها اي ال زي الصفه دونكل. دونكل معناها مظلم او غامق دونكل. بعض الصفات اللي اخرها اي ار اخرها اي ال لما بنيجي نحطها في الكومباراتيف المقارنه في الدرجه الثانيه في التصعيد الثاني بنحذف حرف الاي اللي قبل الار او اللي قبل ال في الدرجه الثانيه اللي احنا بنحط لها اي ار والس
في الحالة هنحطهم عادي، بس الال قبل الار اساسية في الصفة، الال قبل الال بتحذف في التصعيد الثاني، الثاني فقط، الثالث بتفضل زي ما هي. تعال نوضحها بالمثال ده، بولي البلوفر ايست تاير، البلوفر بيكون غالي، دير مانتل ايست تايرر الس دير بولي، البلطو اغلى من البلوفر، فحطينا في الدرجة الثانية، حطينا لها اي ار وراها الس. بس لاحظ كده في التايرر حذفت الاي اللي قبل الار، شلناها لتخفيف النطق. طب هقارن الصفة تاير بين البلوفر، بين البلوفر البلطو والبدلة، عزو البدلة هي الاغلى، فقلنا دير انسوج است ام تايرستن، وعادي الاي بتاعتها موجودة زي ما هي. يبقى الصفة بعض الصفات الاخرى ار وال في التصعيد الثاني بتفقد الاي اللي قبل الار وقبل ال، ثم تعود ليها في التصعيد الثالث. الملحوظة الثانية بتقول لحضرتك الصفة لو اخرها دي تي اس ست ست اس تسها اكس، الصفة لو بتنتهي بحرف من الحروف دي، لما بنيجي نحطها في الدرجة الثالثة في التصعيد الثالث في الزوبلاتيف بنحط ام، والمفروض في الاخر اس تي ان، هنزود قبليها اي. يعني الصفات اللي اخرها تي او دي او تست او اس تست او اس تسها او اكس بحط ام، وفي الاخر بنحط اي اس تي اي ان، بنزود حرف الاي. تعال نشوف مثال على الكلام ده، عادل ايست نت، عادل بيكون ظريف، ما قارنتوش بحد، هقارن الصفة نت بين اشرف وبين عادل، اشرف اظرف من عادل، هنحط في الدرجة التانية التصعيد التاني عادي، اشرف ايست نتر الس عادل، عادي جدا اي ار والس. عايز اقارن الصفة نت ما بين عادل اشرف وخالد، عايز اقول خالد هو اظرف والطف واحد فيهم، هحطها في التصعيد التالت، تبقى خالد ايست ام نتستن. شوف حطيت ام وحطينا نتستن، زودنا حرف الاي لتخفيف النطق عشان اخرها حرف التي. الملحوظه الثالثه بتقول لك معظم الصفات اللي بتتكون من مقطع واحد، دي بقى محتاجه شرح شويه. يعني ايه صفه بتتكون من مقطع واحد؟ كل حرف متحرك بيعمل لي مقطع، فالكلمه لو فيها حرف متحرك واحد يبقى فيها مقطع واحد، لو فيها حرفين متحركين مقطعين، ثلاث حروف متحركه ثلاث مقاطع، وهكذا كل متحرك بيعمل لي مقطع. فبيقول لك معظم الصفات اللي فيها مقطع واحد، يعني فيها متحرك واحد وفيها حرف من الحروف اللي بتقبل الاوملاوت اللي هم الآ والاو والاو، يبقى عندي شرطين عشان اطبق اللي جاي، لسه ما قلتش جواب الشرط، لسه ما قلتش هعمل ايه. بقول لك لو لقيت صفه بتتكون من مقطع واحد وفيها حرف يقبل الاوملاوت، لما نيجي نحطها في التصعيد الثاني والثالث، شوف بقى دي جايه ايه اللي هيحصل، احط ليها املاوت، هنزود هنضيف ليها الاملاوت. الصفه مقطع واحد وفي حرف يقبل الاملاوت، ثاني وثالث هنضيف ليها الاملاوت. تعال نشوف مثال، فراو الهام ايست الت، فراو الهام بتكون كبيره في السن، هقارن ما بين فراو الهام وفراو ميرفت، ففراو ميرفت ايست التا الس فراو الهام، حطينا تصعيد ثاني اي ار والس، بس لا حطينا عليها املاوت، قلنا التر الس فراو الهام. هقارن ما بين فراو الهام فراو ميرفت وفراو نبيله، عايز اقول نبيله هي اكبر واحده في الستات دي كلها، فعايز اقول هي الاكبر، تبقى فراو نبيله ايست ام التستن. الت مقطع واحد في حرف ياخد املاوت، حطينا لها الاملاوت، وعلشان اخرها تي ففي التصعيد التالت زودنا حرف الاي. لاحظ كده، خد بالك بص فيها كويس، ام التستن، يبقى دي طبقنا عليها حاجتين، اخرها تي فزودنا الاي في التصعيد التالت، فيها حرف ياخد املاوت وبتتكون من مقطع واحد فحطينا لها الاملاوت. يبقى خدنا ثلاث ملحوظات، الصفه الاخيره بعض الصفات الاخيره اي ار واي ال في التصعيد الثاني بتفقد الاي، الصفه الاخيره تي دي ست اس ست اس تسها اكس في التصعيد الثالث بنزود اي، اللي بتتكون من مقطع واحد وفي حرف ياخد املاوت، تصعيد ثاني وثالث بنحط ليها الاملاوت، بنضيف ليها الاملاوت. تعال نشوف الملحوظه الرابعه، الملحوظه الرابعه صفات شاذه، زي ما خدنا في الانجليزي جود بتبقى بيتر ذان ذا بيست، ماتش مور ذان ذا موست، برضه عندنا في الالماني صفات هنحفظها زي ما هي. اول الصفات صفه جود جويد حسن، تصعيد تاني بتبقى بيسر الس، في الانجليزي بيتر ذان، في الالماني بيسر الس، وفي التصعيد الثالث الزوبلاتيف ام بيستن، ام بيستن يعني الاحسن او الافضل. فيل في التصعيد الثاني ميا الس اكثر من، في التصعيد الثالث ام مايستن، ملهاش حل غير الحفظ، ده لازم ورقه وقلم واقعد احفظ.
جيرن اللي معناه مفضل، في التصعيد الثاني بتبقى ليبر ألس أفضل من، في التصعيد الثالث أم ليبستن يعني أل أفضل. الثلاث صفات دول شواذ تماما ما لهمش حل غير الحفظ. تعال نشوف الثلاثة اللي بعديهم، فيهم حاجات صغيرة بس هي اللي فيها اختلاف. الصفة هوخ تتكون من مقطع واحد وفيها حرف ياخد أوملاوت، ففي التصعيد الثاني والثالث هنحط أوملاوت، ولكن في التصعيد الثاني بص شكلها عامل ازاي، بص ركز، هوهر ألس حذفنا منها حرف لتسي، شلنا لتسي فبقى اسمها هوهر ألس. اما بص عليها كده في التصعيد الثالث، نبص كده مع بعض عاديه جدا، خدت الاوملاوت والاس تي اي ان، بس بتتنطق ام هوكستن مش هوخستن، لا ام هوكستن، لان في قاعده نطق تقول لك لو لتسيها جه ورا منها اس فلازم الثلاثه بيتنطقوا اكس، يبقى تصعيدها عادي بس نطقا قلنا ام هوكستن. الصفه اللي بعديها كروس كبير مقطع واحد وفي حرف ياخد املاوت، تاني وتالت هنحط املاوت، ففي التاني عاديه جدا جروسر ألس خدت املاوت عادي، في التصعيد التالت بص بقى ركز كده فيها، المفروض ان كروس اخرها اس ست واللي اخره اس ست، في التصعيد التالت بنزود لها اي، لا هنا ما عملش الناش كده، هي شاذة هنا، احنا ما حطيناش ليها اصلا اس تي اي ان، ده احنا حطينا لها تي اي ان وقلنا على طول ام كروستن، انها ما خدتش اس اصلا خدت تي اي ان. الملحوظه الاخيره او اسف الصفه الاخيره ناه قريب، برضو مقطع واحد وفي حرف ياخد املاوت، تاني وتالت هنحط ليها الاملاوت، بص كده ناه في التصعيد التاني بقت نيهر ألس خدت الاملاوت عاديه جدا هنا، في التصعيد التالت ام بص عملنا ايه ركز، زودنا حرف سي، زودنا سي قبل الها، وعشان كده هتتنطق ام نيكستن يعني اقرب حاجه او القادم او التالي ام نيكستن. يبقى دول ست صفات، اول ثلاثه شواذ تمام بنحفظهم زي ما هم، الثلاثه اللي بعد كده حاجات بسيطه هي اللي بناخد بالنا منها، يعني الصفه هوخ بنشيل منها اللي تسيف في التصعيد الثاني، كروس في التصعيد الثالث ما بنحطش اس بنحط تي اي ان على طول، اما نا في التصعيد الثالث بنزود لها سي. الملحوظه الاخيره بعد كلمه فيل وبعد كلمه نخ، فيل يعني كتير ونخ يعني مازال، فيل ونخ بنجيب وراهم صفه في التصعيد الثاني في الدرجه الثانيه، ازاي؟ تعال نشوف المثال، ده بولي البلوفر است شيك، البلوفر بيكون شيك، ابا ده انسوك البدله است فيل وراها شيكر، صفه في الدرجه الثانيه، البلوفر شيك ولكن البدله اشيك كتير، فيل شيكر. ففي طالب هيسال يقول لي هير طب هو فين ألس؟ احنا خدنا ان الشيكر تصعيب تاني بيجي وراها ألس، هي الشيكر ألس يعني ايه؟ اشيك من، ما ينفعش اقول اشيك من واسكت، لازم اقول اشيك من البلوفر، يعني لو الجمله دي بص كده فيها كويس، لو جاي بعد شيكر كلمه دير بولي كنت اقولها فيل شيكر ألس دير بولي، ولكن عشان المقارن بيه اللي هو دير بولي مش موجوده فما حطيناش ألس واكتفينا بشيكر، البلوفر شيك ولكن البدله اشيك كتير. مثال بعده تاني، درتي استهايس الشاي بيكون ساخن، ابر در كافي است نوخ نوخ هايسر، نوخ جبنا وراها صفه في التصعيد التاني هايسر اللي هي نفس الصفه اللي في الجمله الاولى، مش هجيب صفه غريبه، هايسر ما حطيناش ألس عشان المقارن بيه اللي هو الشاي مش موجود بعديها، يبقى بعد فيل ونوخ صفه في التصعيد التاني. ازاي بيجي لنا السؤال عن جزء تصعيد الصفات؟ انا لو جالي فراغ ورا منه صفة في المصدر وراها في، طالما صفة في المصدر وفي يبقى مطلوب ان انا احط الزو. نبص على المثال، دويتش ايست نقط فيشتش، فيشتش اللي ما يعرفش معناها مهم، صفة معناها مهم، في انجلش، فيشتش صفة وراها في، يبقى معنى كده بالظبط ان احنا هنحط زو. تمام كده، نشوف المثال التاني، لو جالك زو وفراغ وفي، طالما زو وفراغ وفي يبقى عايزين صفه في الكرونت فورم او في المصدر بتاعها، على سبيل المثال منى است زو نقط في منار، زو نقط في نجيب صفه في المصدر، اي صفه مناسبه، كلوج ذكيه، نت ظريفه، يونج صغيره في السن، اي صفه مناسبه وحطيناها في الكرونت فورم بتاعها. اما لو جالي زو وصفه في المصدر وراها فراغ يبقى مطلوب ان انا احط التالتة بتاعتهم اللي هي في. نبص على المثال،
حمائي السيزو بيكانت، بيكانت يعني مشهور، نقط تامر حسني، زو وصفة وراها فراغ، يبقى معنى كده ان احنا هنحط في زو بيكانت، في مشهور مثل تامر حسني. طب لو جالي فراغ بعد صفة في التصعيد الثاني، بعد صفة في التصعيد الثاني، يبقى مطلوب مني ان انا احط ألس. تمام، رامي إيست كلوجر نقط سامي، يبقى اقول كلوجر ألس، أذكى من، بعد كلوجر درجة تانية حطيت ألس. ماينهوزي بنطلوني إيست نقط ألس داينة، لو جالي الفراغ قبل ألس العكس، فراغ قبل ألس، يبقى عايز صفة في الدرجة التانية في التصعيد الثاني. بنطلوني نقط من بنطلونك، نجيب أي صفة مناسبة ونحطها في الدرجة التانية، ولتكن شيكر، أشك من بنطلونك. انزر هاوس إيست دوخ نقط هوكستن، لو جالك فراغ قبل الصفة في التصعيد الثالث، هوكستن تصعيد ثالث، ولما يكون تصعيد ثالث يبقى نحط قبليها بالظبط كده أم، قبل التصعيد الثالث بنحط أم، بيتنا بيكون أم هوكستن يعني الأعلى. طب لو جالي الفراغ بعد أم العكس، فراغ بعد أم، يبقى نجيب صفة في التصعيد الثالث في الدرجة الثالثة. على سبيل المثال منير زينت دوخ، طبعا الكينج محمد منير بيغني دوخ أم، بعد أم عايزين تصعيد تالت، أكيد الكينج بيغني أم بيستن، أحسن واحد، أفضل واحد، وطبعا هيأكدني هيشاورني في الكلام ده، يشاركني فيه عشاق الكينج محمد منير، هو أحسن واحد، يبقى أم بيستن وأي صفة مناسبة. أما لو جالي الفراغ بعد كلمة فيل أو كلمة نخ، بنحط صفة في التصعيد التاني. نشوف كده المثال، علي إيست شتارك، علي قوي، شتارك يعني قوي، ولاحظ ان شتارك مقطع واحد وفيها حرف ياخد أملاوت. ابر خالد استفيل نقط، بعد فيل تصعيد تاني من نفس الصفة اللي هي شتارك، وشتارك لما نحطها في التصعيد التاني هيبقى اسمها شتارك. عرفنا مقارنة الصفات وعرفنا ازاي هيجي عليها السؤال. ان شاء الله في الحلقة الجاية هيبقى معنا مجموعة كبيرة جدا من الاسئلة، بعد ما تكونوا خدتوا وقتكم وخدتوا فرصة عشان تذاكروا الدرس. نشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة الجاية، واطيب تحيات اسرة كايرو دار. السلام عليكم.